وصلت القوات المشتركة في الساحل الغربي تقدمها وحررت مناطق جديدة بعد مفرق زبيد جنوب الحديدة. مصدر في الإعلام العسكري أكد أن وحدات من حراس الجمهورية وألوية العمالقة واللواء التهامي شنت هجوما ظهر اليوم السبت من مفرق زبيد صوب مركز مديرية التحيطة، وسيطرت على مناطق المشرعي والتعلاف والمشيخي والجاح الأعلى والأسفل وصولا إلى منطقة الزهرة. وأكد المصدر سقوط عدد من الميليشيات الحوثية بين قتلى وجرحى وسط تقهقر متسارع في صفوفهم بعد انهيارات تحصيناتهم الدفاعية الرئيسية التي كانت الميليشيا تعول عليها في مفرق زبيد والفازة. وكانت المقاومة اليمنية المشتركة أمنت الجمعة مفرق زبيد الاستراتيجي في الساحل الغربي في ظل استمرار انهيارات الميليشيات الحوثية. من نصر إلى نصر، هكذا هم الأبطال في شهر الرحبة والغفران، شهر الانتصار على الفئة الباغية، فئة الظلام، ميليشيات الدمار. هنا يحقق الأبطال من المقاومة المشتركة لتطهير الساحل الغربي من قوات حراس الجمهورية وإخوانهم ألوية العمالقة وأبطال تهامة، انتصاراتهم العظيمة وملاحقة فلول الدمار عصابة مران، حيث طهر الأبطال مناطق مهمة واستراتيجية هي الأهم بمساحة شاسعة وتأمين مفرق زبيد والمفرق الأهم الاستراتيجي وجميع مناطق وعزل الفازة والجاح والمتينة بالكامل من الجهتين السويق ومفرق الجبلية. التقدم مستمر مصحوب بتأمين ونزع الألغام والعبوات الناسبة التي زرعت ميليشيات الموت الكهنوتية. فجر البيت والمنزل وشل الزل، والذي ما تفجر داهم وحوشة، فكرها الطائفية الباب والمدخل، سادتي سيداتي عطفوا فرشة. تجدر الإشارة إن الأبطال اغتنموا أسلحة متنوعة بعد فرار الميليشيات من ضربات الأبطال، معنويات مرتفعة وإصرار كبير لتطهير وتأبير كل جزء بوطن الإيمان. نحن حراس الجمهورية اليمنية نعاهد الله ثم نعاهد الوطن بأننا سوف نقوم بحماية هذا الوطن حتى آخر قطرة من دمائنا. من أرض مفرق زبيد تقدم إن شاء الله نحو الحديدة. نقول إلى الميليشيات الحوثية الكهنوتية، أقسم بالله العظيم أن تم من رفع هذا العلم أي تم الزعيم فهو في أعناقنا ولن يضيع هدرا. نهني الشعب اليمني بأننا سننتقم لهم وبأننا سنحرر هذه البلاد بقوة وصلابة هذا الرجال الصلبة الذي تجاوزت كل المحطات وتعدت كل العراقيل. هذا الإنجاز الكبير وتأبيد أكثر من 60 كيلو بسرعة فائقة في أقل من 23 ساعة وخسائر كبيرة تتكبدها الميليشيات الإرهابية الحوثية في العتاد والأرواح واغتنام الأسلحة والقادم مليء بالمفاجآت التي يحرزها أبطال الوطن الأشاوس وإعادة الأمن والاستقرار وكرامة الوطن المسلوبة من قبل ميليشيات الدمار. حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية وإخوانهم من ألويات العمالقة والمقاومة التهامية يحرزون أروع البطولات والملاحم البطولية ويدحروا مرتزقة إيران حتى مفرق زبيد وما بعد مفرق زبيد، ولسان حالهم يقول قادمون أيها الميليشيات الإجرامية أينما وجدت وأينما حليت فأيدي النظام والقانون ستلاحقكم أينما كنتم. أيها الخونة، لقناة اليمن اليوم والإعلام العسكري عبد الوهاب المران من مفرق زبيد محافظة الحديدة. تحية الجمهورية اليمنية، تحية الجمهورية اليمنية، تحية الجمهورية. وهذه مشاهد حصلت عليها